الترند العالمي وابرز حاجه فيه هي تصريحات مستر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول واللي بيلعب ليه طبعا نجمنا المصري محمد صلاح. واضح ان في حرب كلاميه، مش عايزين نضخم الموضوع قوي علشان برضو حرصا على مسيره نجمنا المصري محمد صلاح. مش بتكلم بان احنا يعني كاعلام مثلا ممكن ناثر بشكل كبير، طبعا احنا اعلام مؤثر، لكن الاعلام العالمي كمان بياخد كلام كتير جدا وتصريحات مختلفه، والاعلام المصري ازاي بيتناول الجزئيه دي، فاحنا مش عايزين نضخم الحدث قوي. تصريحات من صلاح كانت في جريده اس الاسبانيه الاسبوع اللي فات، ليها تصريحات اخرى في المقابل لمستر يورجن كلوب. فخلينا نبتدي بيه في الجول، واللي بيقولوا ان كلوب بيعلق على مشكله القياده مع صلاح، بيقول لو ارتكبت خطا فهو بعدم منح اوريجي الاشاره في ذلك اليوم. واحنا عارفين في ماتش من اعتقد ماتش ميتلاند الدنماركي كان خرج، مش متذكر مين كابتن الفريق في هذا التوقيت، اعتقد هندرسون ولا كان غايب. المهم يعني المفروض كان ياخد الاشاره، كان صلاح معتقد ان هو المفروض ياخد هذه الاشاره، لكن اداها مستر يورجن ترينت الكسندر ارنولد. فبالتالي النهارده كلوب بيعلق على الجزئيه دي، قال ما كانش المفروض اديها اصلا لارنولد، بس كان المفروض اديها لاوريجي كمان مش محمد صلاح. لكن احنا لسه مستمرين مع تصريحات يورجن كلوب، واللي قال لا نرغم احد على البقاء، ولماذا يريد اللاعب الرحيل عن ليفربول. وهو بيتكلم هنا في متن الخبر مثلا ده من خلال في الجول، لا يمكنك ارغام الناس على البقاء، لم نفعل ذلك ابدا بالمناسبه، ما حصلش ده مننا قبل كده، الامر يتعلق بالتوقيت والوقت المناسب والتغييرات اللي بتحصل وكلام من ده. فايضا بيعلق على الكلام الكتير اللي كان خارج بخصوص خروج محمد صلاح من ليفربول. واخيرا كمان من يلا كوره سريعا قال السبب الوحيد لمغادره اي لاعب ليفربول في الوقت الحالي هو يكون التاكس، لان احنا بندفع فلوس كويسه ومن اكبر الفرق في اوروبا وفريق بياخد بطولات، فليه ايه السبب اللي يدفع اي لاعب ان هو يرحل على ليفربول. عامه هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، لكن المؤكد بنسبه كبيره ان صلاح هيكون مكمل مع ليفربول هذا الموسم. هنشوف بعد هذا الموسم ايه اللي هيحصل، هيروح ريال مدريد ولا برشلونه ولا هيكمل في ليفربول.